لا تقارني علاقتي فيكي بعلاقتي برهف. في شيء مختلف تماما. انت شيء ورهف شيء تاني. انت قبل ما تتزوج رهف كنت تحبها؟ طبعا كنت احبها. واكثر ما بتتخيلي. بس هي قتلت هذا الحب بتصرفاتها بالبيت. بعدم تفهمها لشغلي. مع انه هي بتعرف انا شو بشتغل. من وقت ما تزوجنا بلشت المشاكل. وصلنا لمرحلة ما عاد في حل. واخر شيء اكتشفت ادمانها. وهون كانت الصدمة. بفهم هذا الشيء. بس ما بدي احس انك عم تتخلى عنا ببساطة. لانه هذا الشيء بيعمل عندي رد فعل عكسي. انت عم تحكي هيك يا دكتورة؟ بتتذكري قبل ما اعرف انه رهف مريضتك وقبل ما اعرف انها هي مدمنة شو كنت احكي عنها؟ ما كان حكي مختلف؟ صح. بس انت يا كمال بلحظة تحولت لشخص تاني وما بدك تسامح رهف على غلط عملته. وبالنهاية كلنا معرضين للغلط. هذا غلط يا دكتورة؟ هذا جريمة. كل ما بتطلع فيها بتذكر ابني اللي مات من ادمانها. وحدي خربت لي بيتي. كيف بدي كان يستمر معها؟ ما عم بفهم. بفهمك وبعرف قديش الموضوع صعب عليك. بس بدي اطلب منك شغلة واحدة بس. الا اني سامح رهف. لا اكيد ما رح اطلب منك هذا الشيء لسببين. اول شيء انه هذا الموضوع بيخصك الك وبس. وثاني شيء انه مشاعري تجاهك ما بتخليني اطلب منك هذا الطلب. ماشي. عم بسمعك. تفضلي. بدي اياك ما تتخلى عن رهف. فترة قصيرة لنشوف وضعه لوين رايح. موافق. وبعد هيك؟ وبعد هيك رح كون معك. وأنا موافقة. كل شخص عارف شو مهمته ورح يقوم بالمطلوب. والغلط مرفوض نهائيا. لأنه فشل أي فرد رح ينعكس سلبا على المجموع. هن مدربين يا آخا. مدربين كتير منيح وبيعرفوا كيف يكملوا شغلهم. ما في غلط إنه يكون في خطة بديلة لكل واحد فيهم ممكن يستخدمها عند اللزوم. وكل فرد يكون عنده نائب ممكن يحمل زمام المبادرة بدل عنه. هذا الشيء صار آخا. هلا هن سافروا ورح يبلشوا يجهزوا الارضيه المناسبه بانتظار الكونتينر قريبا والتوزيع. بكل الاحوال تاريخك وخبرتك بيشهد لك. بس انا كل ما هنالك عم بتطمن على موضوع الشحنه شو صار فيها. الشحنه رح تكون بالسلام رنا وصالح. لا تنسى انت المشرف عليها مباشره. انا جاهز دائما لتنفيذ اوامركم. بس مو لازم يعملوا شيء لوحدهم حتى تقدر تعتمد عليهم بالمستقبل. أنا فكرت بهذا الموضوع. بس هاي الشحنة ما فينا نغامر فيها. لأنه هاي الشحنة شحنة سلاح رح نوزعها على رجالك بس يثبتوا على الأرض. وأي غلط مرفوض بهيك عملية. مفهوم يا أخا. وأنا تحت الطلب دائما. أنا اسمي إسماعيل الأخرس. لا ترد. بعرف إنك مجروح. شو اللي خلاك تفكر إني مجروح؟ أي واحد بشوفك بهي الحالة بيعرف إنك مجروح. شغلي ما بدها ذكاء. فيني أعرف أنت ليش عم تراقبني؟ لو كنت عم براقبك ما كنت قاعد معك هون على الطاولة. ما هيك بتكون المراقبة؟ ولا أنا غلطان؟ مين ما كنت تكون وشو ما كان بدك، إما أحكي وأنا عم بسمعك أو روح على طاولتك وتركني بحالي. أنا رح أمشي لأنه ما عندي شيء أعمله بالوقت يلي ما لازم أنت تكون فيه هون. لأنه في كتير شغلات لازم تعملها. يلي بيدخل بمتاهة ما بيطلع لحاله. شو قصدك؟ أنا حكيت بشكل واضح بس يبدو أنت ما عم تستوعب. انت بتعرف شو مخبي؟ لا تترك الشغلات المهمه
تلحق الشغلات الصغيرة. كل اللي بعرفه بقول لك اياه. وبعده عم يتنفس. مين انت ولا؟ احكي شو بتعرف عن اخي احسن ما اذف لك هون. انا معك مو ضدك، واللي معك مانو نكتار. انا سمعت شوية حكي وحبيت خبرك فيهم. انا موجود دائما هون، بس بدك ياني تلاقيني.